أهلا من جديد. يعتبر السمك من المصادر الغنية بالبروتين والتي تحتوي أحماضا أمينية مهمة طبعا إضافة إلى المعادن، وهو من الأطعمة المفيدة لتقوية الذاكرة. هذه النصيحة أو المعلومة لكل اللي يقولون أنه كيف نأكل سمك على الفطور. شفتوا ليش؟ مش مبرر. لا لا مبرر. أنت معانا ولا معاهم؟ ما يلي أخلص أكلنا ما فاجئة معلش. على العموم البعض منها يتم اصطيادها في الخليج وتتميز باحتوائها على الأوميجا 3. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو اختصاصية التغذية نادين عنداري. حلبي صباح الخير يا نادين. صباح الخير يا نادين. طيب إحنا رح نبدأ بسؤال عام يمكن عن السمك ومدى احتوائه على الأوميجا 3 يعني أهميته الغذائية. هلأ السمك مثل ما ذكرت سارة بالفعل هو غني جدا بالبروتين، من أهم مصادر البروتين، لأن نوعية البروتين الموجود بالسمك هو ذات جودة عالية، والبروتين أساسي لبناء والتجديد والحفاظ على الأنسجة بالجسم. بنفس الوقت بيحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، نذكر منه هو غني بفيتامين بي 3 أو نايسون، هذا مهم جدا لإنتاج الطاقة في جسمنا. بيحتوي على فيتامين بي 6 وفيتامين بي 12، مهمين لإنتاج كريات الدم الحمراء. في كمان فيتامين دي، ولكن فقط بالأسماك المدهنة اللي بتحتوي على الأوميجا 3، فهو مش موجود بجميع أنواع السمك. أيوه. كمان في عنا الكالسيوم بنلاقيه، ولكن بالسالمون والتونة أو السردين عفوا المعلب مع حسكه. أيوه. فهو الكالسيوم موجود بالحسك اللي بيتاكل، مش حسك يعني شوك. نعم صح صح. فإذا أكلنا مثلا حوالي 3 أونس يعني حوالي 100 جرام من سمك السالمون بيعطينا تقريبا ربع احتياجاتنا للكالسيوم أثناء اليوم، واللي هي كمية لا بأس بها، فهو يعتبر أيوه. مصدر الكالسيوم. ولكن هالأنواع هودي بالذات أيضا عم بيعطيني الأيدين، والأيدين موجود بالأسماك اللي بنلاقيها بالمياه المالحة، والأيدين جزء أساسي من هرمون الغدة الدرقية، فمهم أيضا لوظيفة هرمون لوظيفة الغدة الدرقية. كمان بنلاقي الزنك، والزنك من المعادن المهمة لالتئام الجروح وأيضا للاستقلاب في الجسم. ممتاز نادين، يعني كل الأشياء التي بتقوليها يعني هذا شيء رائع. أوكي. شيء رائع للأكل، بس أكيد في ناس يمكن ما يقدروا يأكلوه كمان. مين هم هدول الناس اللي رغم فائدته يعني الكبيرة اللي مفروض يتجنبوا الأسماك؟ ما في حدا المفروض أنه يتجنب الأسماك أو مأكولات البحرية إلا الأشخاص اللي ممكن تعمل لهم مثلا حساسية. في بعض الأشخاص ما عندهم allergy أو حساسية على أصناف معينة من مأكولات البحرية مثل مثلا الروبيان أو السلطعون. أيوه. ولكن عادة عن هيك فينا ناكلها. مستحب أكيد دايما تكون مشوية مثل ما محضرة قدامنا اليوم. بالفعل أيوه. هو من أفضل طرق طهي السمك. أو فيها تكون محضرة على البخار للأشخاص اللي بيحبوا السوشي والساشيمي، كمان إذا تناولناها نيئة ما في أبدا أي مشكلة فيها، أو أنه تكون منقوعة طريقة السيفيتشي. ولكن نحاول قد ما فينا نتجنب مثلا قلي السمك أو إضافة الزبدة أو البقسماط وهالطرق هيدي من تحضير السمك، لأن هون ساعات نحن عم نضيف دهون مشبعة. هو السمك بطبيعته ما بيحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ومشان هيك نحن دايما بنفضله على اللحم الحمراء أو على أنواع البروتين. 100% في دهون صحية. خلينا ننتقل للأسماك الموجودة في الخليج، يعني بما أنه احنا في منطقة الخليج، ما هي أفضل الأسماك من ناحية القيمة الغذائية وتحديدا نسبة وجود الأوميجا 3؟ يعني إذا ممكن ترتبيهم لنا يعني 1-2. نعم، هلأ بالنسبة لدهون الأوميجا 3 نحن بالعادة بنلاقيهم بأسماك معينة، اللي هي مثلا مثل أسماك السالمون، الماكريل، السردين. السردين هو من الأسماك اللي يعني بتستهلك في الخليج العربي بشكل كبير. والسردين من الأسماك اللي بتحتوي على نسبة عالية جدا من دهون الأوميجا 3، وسنعرف قديش هالدهون هيدي أساسية للحفاظ على صحة قلبنا، أيضا مهمة لوظائف الدماغ ولصحة النظر. بشكل عام كل ما كان لون السمك أغمق صلب أكثر، كل ما بيحتوي على نسبة أعلى من دهون الأوميجا 3. في بعض الاستثناءات، ولكن بشكل عام كل ما كان لونه مثلا مثل لون السالمون اللي هو على البرتقالي، أو لون مثلا التونة أو الماكريل لون الغامق، كل ما في نسبة أعلى. هلأ في عنا الأسماك اللي تصطاد في الخليج اللي مثلا بتحتوي على نسبة متوسطة من دهون الأوميجا 3، هون بنحكي عن أنواع معينة إن شاء الله يكون عم بلفظها مزبوط، مثل البياح، في الزبيدي، الزبيدي بيتاكل كتير خاصة بالكويت. أيوه. في كمان كنعد، وفي نيسر. هالأنواع هودي بيبقى بتحتوي على نسبة متوسطة. للأسف معظم الأنواع اللي بنستهلكها بدول الخليج خاصة في الإمارات، اللي هي مثل صافي،
شاعري، هامور، جب جب اي ثينك سي كراب، هودي هن من الاختيارات اللي هي قليله بدهون الاوميجا 3. فاحنا شو فينا نعمل؟ في انا اتناول مثلا الاختيارات اللي هي غنيه بالدهون الاوميجا 3 مره في الاسبوع، مرة أو مرتين باخذ الأنواع الأخرى، هيك ساعتها بعمل توازن ما بين أنواع الأسماك الغنية بدهون الأوميجا 3. طب نادين خلينا نتكلم شوية عن المسقوف بما أنه هو قدامنا، يعني كوجبة غذائية هل تعتبريها مثلا وجبة صحية؟ طبعا خذيها بكل الأشياء اللي بتنضاف معاها، يعني زي ما قلنا أنه معاها الخبز والشاي بعدين والتمر. لا بالعكس، هي بالفعل صحة، هي كوجبة صحية جدا، وجبة متكاملة إلى حد ما، لأن فيها البروتين، عم ناخذ بروتين من السمك، في النشويات عم ناخذها من الخبز، عم ناخذ الخضار، لكن عم بقول انه في كمان خضره او صحيح. سلطه، عم ناخذ رز، يعني يا رز يا خبز، نعم يا رز يا الخبز، فهو في كمان النشويات، عم ناخذ الفواكه. هلا التمر نحن بشكل عام بنفضل دائما الفواكه تكون على القليله ساعه او ساعتين من بعد الوجبه الرئيسيه، ولكن اذا اخذنا حبه او حبتين فقط ما في مشكله فيهم. بالنسبه للشاي، هلا الشاي بعد اي وجبه غذائيه ما في مشكله فيه، الا للاشخاص اللي عندهم نقص بالحديد، لان الشاي بيحتوي على ماده تانينز، وهالماده هيدي بتقلل من امتصاص الجسم للحديد، فاذا عندنا نقص في الحديد مستحب نتناول الشاي على القليله ساعتين بعد الوجبه، مش مع حتى ورا السمك اللي هو يعني موضوع الحديد فيه. وفي نسبه الحديد الموجوده بالسمك نسبة معتدلة، هي أكثر شيء نحن بنلاقي الحديد باللحم الحمراء بمعدل جدا عالي. إذا المسقوف أكلة صحية والسمك صحي بشكل عام، ويجب الإكثار منه أو دائما الاعتدال طبعا في كل شيء. بس بنشكرك على وجودك معنا، كانت طبعا معنا أخصائية التغذية نادين عن داري حلبي. شكرا لك يا نادين. شكرا نادين.